police state. صاحب بيت يشتكي من جيرانه لاستخدامهم المرآب. زوجان من سيراكوز في ولاية نيويورك يتعرضان للمحاكمة من قبل صاحب المجمع السكني الذي يقطنوه سوية، حيث اتهم صاحب مجمع كامري مور كل من ديفيد وأرنا أورلاندو بركن سيارتهم في مخرج مرآب خاصتهم. وحسب القوانين فإن المخرج مخصص لركن السيارات الفخمة والرياضية، لكن لدى استطلاع المكان وجدنا سيارتين بيك أب وفان ولم يكن هناك أي مشكلة. حاول الزوجان أورلاندو أن يبرهنوا أن سيارتهم خصوصية، لكن محامي الادعاء شجب ذلك بقوة. ولا نعرف ما الخطيئة التي ارتكبها هؤلاء. لا شك أن هكذا مجمعات تستحق السجن لفظاعتهم ووقاحتهم. فما رأيكم أنتم يا سادة؟